بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله هنحل مع بعض في الفيديو ده قواعد الوحدة الخمسة والستة من كتاب المعاصر. هنمسك سؤال سؤال ونحللهم كده كالمعتاد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة، ويا ريت تكتب كومنت تحت علشان تدعمنا ونكمل مع بعض. أول سؤال بيقول I can't take a more work I have a busy schedule. عايزك تفهم كده إن موضوع تيك دي تأتي كالتالي. رقم واحد، لو أنت قلت لي تيك أوف، دي تيك اوف، فدي اولا معناها تقلع الطائره. خلينا نكتبهم على بورد هنا كده. عايز تاخد بالك كده، حوار تيك ده كالتالي: تيك اوف دي معناها رقم واحد تقلع الطائره، رقم اتنين معناها يخلع ملابسه، رقم تلاتة تيك اوف معناها يقلد، هي تيكس هيز فادر اوف ان ا جود واي، يعني بيقلد ابوه بشكل كويس. يبقى تيك اوف معناها تقلع الطائره، يخلع ملابسه، تيك اوف برضه معناها يترك العمل. لما اقول لك مثلا you look so tired، تبدو متعبا جدا، you should take off some work، يجب عليك ان تترك بعض الاعمال. طيب الحاجه الثانيه بقى، عندك كلمه take on. take on دي معناها يتولى عملا جديدا. you need much money، انت محتاج فلوس كتيره، ف you should take on some extra work. طيب الراجل بيقول لك هنا I have a busy schedule، انا عندي جدول مزدحم، فانا مش هينفع اشتغل شغل جديد، يبقى take on. I took my shoes، ايه، خلعت حذائي زي ما اتفقنا، took off. When my friends start to talk about football، لما اصحابي زمايلي يبداوا يتكلموا عن كرة القدم، انا دايما بفصل واسيبهم. بفصل بقى يبقى اسمها switch off. switch off معناها يطفي النور، ومعناها يفصل نفسه او to take a rest، يعني switch off دي معناها take a rest. بعد كده I work regularly to keep physically fit. خد بالك keep fit يعني يظل لياقا بدنيا او يحافظ على لياقته البدنية. فحضرتك عارف ان انا بشتغل او بتدرب يعني بشكل منتظم، يبقى اسمها ورك اوت. ورك اوت هنا معناها تو دو اكسرسايز. وطبعا ضيف لمعلوماتك وخليك فاكر ان ورك اوت معناها يستنبط. اي كود ورك اوت اني ثينج اوت اوف يور سبيتش، يعني ما عرفتش استنبط اي حاجه من كلامك. وقلنا معناها تدرب، ومعناها يحقق. اي كودنت ورك اوت اني ثينج، لم استطع ان احقق اي شيء. بتسوي اتشيف كده في الحته دي. هي hasn't accepted the offer yet، هو لم يقبل العرض بعد. But I am still working him، انا ما زلت احاول ان اقنعه. كلمه ورك اون معناها يعمل على، معناها كده يعمل على يعني يحسن، ومعناها يحاول اقناع. زي ما اقول لك مثلا يو شود ورك اون يور فادر تو ليت يو جو ويز اس، يعني انت لازم تشتغل على ابوك شويه، يعني تحاول تقنعه عشان يخليك تمشي معانا، يبقى اسمها ورك اون. طيب ذا دور هاندل، المقبل بتاع الايد بتاع الباب، بروك، اتكسر. انا ووز ترابد، وانا اتحجزت او احتجزت. يعني تو تراب سم ون ان أو to trap someone inside، الاثنين معناهم يحتجز شخصا شخصا في مكان، يبقى trap me in أو trapped me inside، الاثنين معناهم يحتجز شخصا فيه. طيب رقم سبعة، the tourists like to stretch not in the warm sunlight، السياح بيحبوا يجوا عندنا في مصر يقعدوا ويتمددوا في الشمس على الرمال، يبقى stretch out. قلنا في stretch out، في stretch up، وفي stretch down. stretch up لما تحب تجيب حاجة مثلا من الرف العالي، فنقول you should stretch up، لكن حاجة وقعت على الأرض عايزين تجيبها فاسمها stretch down. طيب رقم 8 بيقول لك it is not healthy to stay late، بيقول لك مش من الصحي انك تسهر بالليل، يسهر اسمها stay up. لازم تحفظ الايديومز دي عشان دي مهمه. stay up late. it's not an easy task to sum a this very long report، بيقول لك مش من السهل انك انت تختصر. كلمه يختصر حاجه من اثنين، اما انك تستخدم summarize اللي معناها يلخص او يختصر، او انك تستخدم كلمه sum up. وبناء على ذلك هناخد sum up. If you don't have an account on the Egyptian Knowledge Bank اللي هو EKB، لو انت ما عندكش حساب على البنك المعرفة المصري، you have to sign، المفروض انك انت تسجل، يسجل حسابا اسمها sign up. طيب امال ايه sign in؟ sign in دي معناها انك عندك حساب وبتكتب الايميل بتاعك وكلمة السر، اسمها sign in. طيب sign out انك انت تطلع من المكان او تقفل الحساب، زيها sign off. يبقى sign up معناها انك تسجل او انك to register يعني. Smoking is known to result a serious health problems. عند result دي هنقف شوية. ركز لي كده في الكلمتين اللي أقول لك عليهم دول عشان الكلام ده مهم. افهم كده يا عم الحاج الآتي: رقم واحد، عايز تعرف إن كلمة result in دي زيها cause زي ما اتفقنا قبل كده، زيها bring about، لو أنت بتحل بكتاب A1 أكيد قابلتك bring about دي، زيها كمان lead تو. الناس دي كلها كده معناهم يؤدي الى، يؤدي الى. عندك الحاجه الثانيه بقى كلمه result from، دي معناها ينتج عن. فاكر انت لما كنا بنقول death اللي هو الموت results from
سموكينج دي كان معناها ايه؟ ان الموت ينتج عن التدخين. كان ممكن بقى نقول سموكينج التدخين يؤدي الى الموت، يبقى سموكينج ليدز تو او ريزلتس ان، وكل الناس دول او كوزس او برينجز اباوت ديث، معناها ان التدخين يؤدي الى الموت او الوفاه. طيب الراجل هنا في الجمله بقى بيقول لك ايه؟ ان التدخين معروف ان هو يؤدي الى امراض خطيره، يبقى ريزلتس ان، ممكن بدل ريزلت ان نستخدم ليد تو، ممكن نستخدم كوز وهكذا. طيب اللي بعد كده السؤال، احنا في 11 عندك 12، I think your headache will respond، اعتقد ان صداعك سوف يستجيب الى. انا قلت لك ان اي حاجه فيها رد اعمل حسابك انك انت عايز تاخد معاها تو، يبقى respond to يعني يستجيب الى. طيب reply to answer to كده يعني. He reduced the report only one page، هو قلل او اختصر التقرير في صفحة واحدة. reduce something into معناها يقلل او يختصر او يجعل الحجم ضئيلا. the sugar in the kitchen has run، عندك حاجتين، عندك run out وعندك run out of. run out of دي لازم بعدها الشيء اللي هو المفعول، لكن run out بنجيب الشيء الاول. فاحنا خلصنا سكر فاقول لك sugar ran out او we ran out of sugar. طيب الجملة اللي هنا، في الجملة اللي قدامك دي الراجل بيقول لك ايه بقى؟ السكر اللي في المطبخ كله رن، يبقى هنستخدم اوت بس اللي هي هنا رقم A. طب وي هاف رن ايه شوجر، الشيء في الاخر، يبقى انت تقول رن اوت اوف. بوت يور تويز سما، ضعي الالعاب العابك مكانها، يضع الاشياء في مكانها، اسمها بوت اواي اللي هي رقم D. بوت اواي معناها يضع الاشياء في مكانها ومعناها برضو يرتب. رقم 17 بيقول لك ويت ان فرونت اوف ذا جيت، استنى قدام البوابه. اي ويل بيك يو، بيك اب يعني يلتقط شخصا بالسياره. عايزك تفهم وتميز بين حاجتين. الحاجه الاولانيه الاتيه، لو انت واقف، لو انت في حد مستنيك في مطار فتقول له اي ويل بيك، اي ويل بيك يو، او اي ويل بيك، اي ويل بيك يو الاول، يو اب. بيك يو اب دي معناها يذهب لمكان ليحضر شخص ويوصله مكان تاني. طيب انت بقى الصبح باباك بيصحى من النوم يركبك في العربيه ويوديك المدرسه، فهنا دي اسمها درايف، يبقى درايف دي معناها يوصل شخص لمكان، انتوا الاثنين مع بعض في نفس المكان هتوصلوا المكان بالعربيه، دي اسمها درايف. طب انت تذهب لتحضر شخصا من مكان وتوصله مكان تاني، فدي اسمها بيك. تمام. طيب السؤال بقى بيقول لك ايه؟ الراجل السؤال بيقول لك ان انا انتظر قدام البوابه وانا هاجي لك اخدك، ساذهب اليك يعني هاجي لك عشان اخدك اوديك مكان تاني، بس اسمها بيك اب. ف 18 بيقول لك after someone dies، بعد ما الشخص يموت، his money and property، فلوسه وملك املاكه، بتنتقل his or her children، بتنتقل الى ابنائه، ينتقل الى، اصلا كلمه ينتقل او يورث من شخص لشخص اسمها باس اون. طيب فباس اون يعني تورث، وبعدين الى اللي هي تو، يبقى باس اون تو، مش اون لوحديها، لا باس اون تورث، لكن باس اون تو يعني تورثوا الى. unfortunately he got addicted، بعدها تو دايما، addicted to ing، يبقى addicted to. he will do the right thing، we believe، نحن نؤمن به، اسمها believe in، يبقى believe in. dead bodies naturally break، الاجسام الميته طبيعه حالنا بتتحلل، تتحلل اسمها break down، معناها يتحلل. بالمناسبه كلمه break down برضه معناها يتعطل، لما اقول لك my car broke down suddenly او plastic never breaks down، يعني العربيه تعطلت او البلاستيك عمره ما بيتحلل. الجملة رقم 22، I expected عمر to call not so I stayed at home، أنا توقعت إن عمر هيأتي لزيارتنا. كلمة يأتي لزيارة اسمها call on، call on هنا معناها to visit يعني يزور. طيب my mother carried not hard work until we all have graduated، أمي استمرت في العمل، يستمر اسمها carry on اللي هي دي. أمال إيه carry out؟ carry out يعني ينفذ. the operation was carried إيه؟ لسه بنقول على دي، العملية تم تنفيذها، يبقى was carried out. على فكرة ممكن نقول the operation was carried out، the operation was performed، performed او the operation was done، ما انت عارف do operation، perform operation، carry out operation. 25 I can't leave the office until I hand in او hand over، الاثنين صح بمعنى يسلم. بالمناسبه كان جايبها give in، give in. طيب عشان كده كان في سؤال في جه في امتحان ازهر قبل كده، كان بيقول السؤال، الراجل كان بيقول لك في السؤال your homework، your homework، ان واجبك should be not in today، يا ترى هنقول done ولا given؟ اكيد هناخد given. طب ليه given؟ عشان كلمة give
ان بمعنى يسلم، هتدي معنى مين اللي احنا خدناه قبل كده؟ هاند ان. طب ليه ما ناخدش دان؟ ما هو احنا عارفين ان في مصطلح اسمه دو هوم وورك. ايوه بس دو هوم وورك معناها يعمل او يؤدي او واجبه المنزلي، ساعتها هنشيل ان. طيب فالراجل هنا خلاص خدنا كده ان. الجمله رقم 26 بيقول لك هاي بودي تمبريتشر، درجه الحراره عاليه، اند دراي كاف، والكحه الجافه، جو ويز يعني يتلازماني مع، الاصابه بالكورونا. يعني اي حد بيكح عنده كحه جافه اذا ده عنده كورونا. واتس جوينج ايه سما؟ واي از ايفري ون ابسيت؟ هو الناس كلها زعلانه ان هي سما. هو ايه اللي بيحصل؟ كلمه جو اون دي معناها يحدث، معناها يستمر. فلما يكون واحد مثلا بيشتغل في حاجه وانت عايز تشجعه فتقول له جو اون، او كيب اللي هي برضه معناها يستمر. لكن وات از جوينج اون ما الذي، ما الذي يحدث؟ وكلمه يحدث ما تجيش مستمر اطلاقا. 28 A gang of thieves، عصابه من اللصوص، have broken ايه؟ عصابه من اللصوص اقتحموا، اقتحم يبقى بريك انتو، ادي بريك انتو. امال بريك داون لها معنيين، معناها يتحلل، معناها يتعطل. طيب I don't know، انا مش عارف، but I will find، ولكنني ساحاول ان اكتشف. يبقى find out ونسكت اللي هي find out دي. امال ايه find about؟ find out about لما يكون بعدها مفعول، زي ما في الجمله اللي بعدها قال لك I don't know but I will find out about عشان it، يبقى out about. ركز تاني كده في 29 find out يعني يكتشف امر، لكن find out about يعني يكتشف بشان امر ما. some homeless children، بعض الاطفال المشردين، end up ينتهي بهم المطاف، prisoners يعني سجناء. فبتقول لي ك سجناء يبقى as، لكن بعض الاطفال المشردين ينتهي بهم المطاف في السجن. انت هنا قلت لي ك سجناء يبقى as، لكن هنا in prison يعني في السجن. the medicine contributes، contribute to الفعل مضاف ing جي add to. على فكره ممكن نقول contribute to، ممكن نقول contribute to words، ودي كانت موجوده في كتاب المعاصر، كتاب الشرح، اكيد انت حافظها. 34 يا باشا بقول لك we have to work hard، لابد ان احنا نشتغل باجتهاد، to cope with. خد بالك انت بتقول cope with من غير up، لكن catch هي اللي معاها up with، وعندك keep up with، وعندك كمان keep pace with. الاربع كلمات دول، الاربع مصطلحات دول بنفس المعنى. I came a nice jacket when I was shopping for some shirts، انا كنت اصلا رايح اشتري تيشيرتات بس انا بالصدفه وجدت نايس جاكيت، يبقى اسمها كام اكروس. خد بالك اكروس لازم تبقى الاء لازقه فيها، اوعى تعمل لي ا وبعدين كروس، دي كده معناها علامه غلط. ولو شلنا الاء وقلنا كروس لوحديها كده دي معناها غاضب. study hard to catch up these toppers، يبقى up with عشان في مفعول، ادي catch up with. كان ممكن نحذف دي ونقول catch up. I haven't heard not، عند هير دي عايزين نقف شويه. انت عندك في اتنين هير، في هير اوف او اباوت، وفي هير فروم. هير فروم معناها يتواصل مع، طب هير اباوت معناها يسمع عن، من الاخر كده معناها يعرف. لما اقول لك هاف يو هيرد اوف عمر، انت تعرف عمر، او هاف يو هيرد اباوت ذا نيو كار، انت تعرف العربيه الجديده الحديثه. لكن هير فروم معناها يتواصل مع، اقول لك هاف يو هيرد فروم عمر، يعني هل عمر بعت لك ايميلات وتواصلتوا مع بعض؟ طب ما تيجي نشوف الراجل عايز يقول لك ايه بقى. اي هافنت هيرد نوت ماي براذر، اخويا يعني انا عارفه، يبقى انت كده بتقول لي انا لم اتواصل معه، يبقى اسمها هيرد فروم. لكن لو انت قلت لي هيرد اوف معناها ما عرف، انا ما اعرفش اخويا، طبعا ده مش منطق. طيب دونت ميك اب، دونت ميك اس وارد، لا تجعلنا قلقين بشانك، وين يو ار اواي عندما تكون بعيدا، كيب اب ولا كيب اب ويز؟ كيب اب ويز لازم يكون بعدها مفعول، فعشان كده ما فيش مفعول فهنستبعد، يبقى كيب اب بس. طيب بس لا ده ما هو مش عايز يقول لك كيب اب، اصل كيب اب دي معناها استمر، فانت لو انت قلت له كيب اب ويز دي معناها يستمر مع شيء، او دي معناها يستمر، فانت عايز تقول افضل او ظل على اتصال معنا، يظل على اتصال اسمها كيب ان تاتش. لو في ويز يبقى في مفعول، طب ان تاتش بس من غير مفعول يبقى ما يستخدمش ويز، يبقى الجمله كده اصبحت ايه؟ كيب ان تاتش يعني ظل، ابقى على اتصال. في ال 39 بيقول لك دونت ميك اس وريد، لا تجعلنا قلقين بشانك عندما تكن بعيدا، ابقى على اتصال معنا، يبقى keep in touch with us، هنا في with عشان في us. طيب خد بالك عايز تفهم انك انت ممكن تقول keep in touch with معناها يظل على اتصال مع، عكسها بقى اسمها lose contact او lose touch، يعني خد بالك lose من غير in، لكن keep لازم in. freezing weather leads not، lead بعدها to، الفعل مضاف له ing على طول، يبقى to damaging all rotten fruit، كل الفاكهه البايظه will be left ايه
in order not to spoil، سوف يتم التغاضي عنها، سوف تلقى، سوف يتم إلقاؤها، يبقى leave out. leave out يعني ستحذف، بس في الفاكهة مش هنقول تحذف، أكيد ترمى بعيدا يعني. الجملة اللي بعد كده على الفعل المضاف له ING والحاجات دي كده، اللي هي أولها فين؟ هنا دي بقول لك I will, we will stop not email، طبعا stop ING أو stop to المصدر، فدي بره اللعبة، بره حساباتك، ودي بره حساباتك. يا إما stop using يعني يبطل يستخدم، stop to use يتوقف لكي يستخدم، email in 10 years time خلال 10 سنين اللي جايين دول هنبطل استخدام الايميلات، يبقى stop using. The manager doesn't permit، permit بعدها مفعول ing، سوري permit، permit بعدها يكون الفعل مضاف له ing على طول، او انك تستخدم مفعول، وفي الحاله دي هنستخدم to الفعل في المصدر. في هنا مفعول؟ لا مفيش مفعول، يبقى permit smoking على طول. طب I think everyone will take a in the next meeting، انا اعتقد ان الناس كلها سوف تشارك، يشارك اسمها take part in، ادي بارت رقم سي. Do you think that one day people will stop not newspaper؟ هل تعتقد ان في يوم من الايام الناس سوف تتوقف عن، يبطل يعني يبطل، يبقى عايزين الاخر اي ان جي، يبقى stop reading اللي رقم ايه. طيب بعد كده خمسة، my teacher advised me to practice، practice دايما بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، يبقى practice doing. القاعده دي ما فيهاش اي مجاملات، احفظ هتحل. Mr. Fauzi has not to، بص يا باشا، اللاو بعدها مفعول الاول وبعدين تو، مفيش مفعول هنا يبقى دي باظت. انكارش برضو مفعول وبعدين تو، برضو مفيش مفعول فباظت. طب لو مفيش مفعول يبقى اي ان جي، كذلك اللاو مفيش مفعول يبقى اي ان جي. بلان لازم بعدها تو المصدر، سجست بعدها ام اي ان جي، او ان استخدم ذات تفاعل جمله فعلها مصدر. الراجل مديني تو بيلد يبقى بلاند. علا وينت تو ذا ماركت نوت سام فروت، علا ذهبت الى الماركت تو باي لكي تشتري، او انا اقول لك اند بوت، طبعا باينج دي بره اند باي بره، اكيد تو باي. طب امتى ناخد بوت؟ لو قال لك اند بوت. طيب الحته دي فيها كام تركيه عايزك تعرفهم معايا عشان الموضوع ده مهم. ركز معايا في الكلمتين دول كده، انا ممكن اقول لك ثلاث سياقات لنفس الجمله دي. السياق الاولاني كالتالي، ممكن اقول لك عمر، عمر went to the market and bought، واشترى، او الاحتمال التاني نعمل كوما واقول buying واكمل، او to buy واكمل. الراجل ده راح الماركت عشان يشتري توميتوز مثلا، يبقى عمر went to the market and bought tomatoes، او اعمل كوما buying tomatoes، او اقول to والمصدر. التلات احتمالات كلهم صح. الراجل اللي في الجمله بقى بيتكلم على مين فيهم؟ طب ما هو مديني بوت عايزين اند، طب مديني باينج عايزين قبلها كاما. طيب ماي ماذر اولويز اسكس مفعول تو المصدر، يبقى تو ورك. وود يو لايك، موضوع لايك ده احنا عارفين ان رقم واحد كلمه لايك لوحدها كده ممكن نجيب بعدها تو والمصدر او الفعل المضاف له اي ان جي. الاحتمال الثاني انك تستخدم وود لايك على بعضها، فدي ما ينفعش بعدها غير تو والمصدر بس. الاحتمال الثالث اللي هي فيل لايك، ودي ما ينفعش بعدها غير الفعل المضاف له اي ان جي. التلاته صح. طيب انت قلت لي وود لايك، يبقى انا عايز تو المصدر. وي ريجريت، والله ريجريت اي ان جي او تو المصدر، لكن ما فيش مصدر ولا في ماضي. حلو، هترجم بقى عشان تعرف انت عايز مين في دول. الاحتمال الاولاني، او الاحتمال الاولاني هنا سينج معناها انك انت قلت بالفعل. طب تو ساي يعني ان تقول، يعني لسه هتقول. وي ريجريت نوت ذات ذا ترين ويل بي 30 مينتس ليت، بقول لك يؤسفنا ان نخبركم ان نقول، يبقى تو سي لانك لسه هتقول. وانا قلت لك ان ريجريت تو المصدر تستخدم في الاخبار. 11 experts expect thousands of tourists، expect مفعول تو المصدر، يبقى تو فيزيت. ماي براذر ريمايند مي، ريمايند مفعول اوف اي ان جي او اسم، او ممكن تو المصدر. بص كده، ماي براذر ريمايندز مي اوف ماي فادر، بيذكرني بابي، اوف باينج سمثينج او تو باي سمثينج، انا قدامي تو المصدر، مفيش اوف، مفيش اوف. كمال اللاود مفعول تو المصدر، يبقى تو. على فكره كان ممكن نقول كمال اللاود يوزنج هيز موبايل، سمح باستخدام هاتفي، ما قلتلكش لمين. طيب اي ريجريت نفس القصه، اي ان جي او تو المصدر، مفيش اي حد تاني غير كده. طيب ريجريت باينج معناها ندمان ان هو اشترى بالفعل. طب ريجريت تو باي ندمان ان هو سيشتري لسه. انت بتقول انا ندمان ان انا ايه هذه السياره لانها دايما بتتعطل وتعبت لي اعصابي، فانا ندمان ان انا اشتريت، يبقى باينج. اي ريجريت باينج يعني يؤسفني انني فعلت، يعني يا ريتني ما فعلت. طيب خد بالك في الجمله بتاعت اي ريجريت باينج دي ممكن نعملها بشكل تاني، بدل ما تقول اي ريجريت باينج
this car كان ممكن تقول I wish I hadn't bought. طب ازاي بقى hadn't bought؟ بتقول ايه؟ بتقول يا ليتني لم اشتري. لما تقول لم اشتري ده ماضي، الماضي ناخد له ماي تام. ناصر remembered، remember بعدها الفعل بضاف اي ان جي او تو المصدر، تو بلاي وبلاينج اللي بتقول بره. remember to play يتذكر ان يلعب، لسه هيلعب. طب remember playing معناها يتذكر انه لعبه. طب ما تيجي نترجم كده، بقول لك هنا في الجمله ايه الراجل؟ بقول لك ان ناصر remember not in the playground when he was، عندما كان صغيرا، يبقى تذكر انه لعب، يبقى playing. ليلى admitted، admit دي لها ثلاث احتمالات وما لهمش رابع. الاولاني انك تستخدم to والفعل مضاف له ing، الثاني انك تستخدم ing، الثالث انك تستخدم ذات وبعدين جمله. طيب يبقى admitted telling معانا، تو المصدر لا، المصدر لا، اس لا، يبقى انت ما عادش معاك غير واحده. كان ممكن نقول بثلاث اشكال، ليلى admitted telling او تو telling او ذات شي تولد. اتس نو جود ما فيش اي مجاملات فيها والله، اتس نو جود اي ان جي، اي كانت هيلب اي ان جي برضه، ما فيش اي نقاش في الحوار ده لازم يتحفظ. وين شي فيلت سليبي، لما شعرت بالنعاس، رودينا ستوبد هير سيلف ا كافي. بص يا باشا، ستوب دي حاجه من الاثنين، اي ان جي او تو المصدر. طيب ادي ميكنج او تو المصدر، ستوبد ميكنج معناها بطل يعمل قهوه، طب ستوبد تو ميك يعني توقف لكي يصنع قهوه. فبيقول لك لما هي شعرت بالنعاس رودينا توقفت لكي تعد قهوه، يبقى تو ميك. طيب الجمله اللي بعد كده 20، وي اول لايك، كلنا بنحب ايه؟ فوتبول. والله لايك اي ان جي يا عم او تو المصدر، ادي اي ان جي معانا، في تو المصدر لا، يبقى تاخد وتجري. ريمبر تو فون او فونينج، بس ريمبر اي ان جي معناها تذكر انه اتصل، لكن دي يعني معناها تذكر يبقى يتصل. طب نشوف السياق، بيقول لك ريمبر نوت مي اف يو ار تو بي ليت، لو انت هتاخر خليك فاكر تبقى تكلمني، تبقى تتصل بيا، يبقى انا عايز ريمبر تو فون. احمد دينايد، ديناي بعدها اي ان جي او ذات وجمله، ادي اي ان جي مفيش ذات يبقى مفيش جمله. ماي سون هازنت ليرنت، ليرن تو المصدر، يبقى تو سويم. آية was busy، busy بعدها اي ان جي او ويز واي ان جي، سجل دول عندك في ذاكرتك، busy اي ان جي او busy ويز واي ان جي او busy ويز والاسم، يبقى busy looking after. ياسر dislikes، dislike برضه نفس القصه زي لايك، اي ان جي او تو والفعل في المصدر. هو بيكره ايه اثناء اليوم؟ as that stops him sleeping early، ده بيمنعه من ان هو ينام بدري بالليل، فمعنى كده ان هو بيكره النوم، يبقى تو سليب معاك وسليبنج معاك. ركز لي بقى كده عشان انت محتاج هنا تكاتك وحركاتك. طيب ركز لي كده اما اكتب لك ده باللون الازرق، عايزك تفهم ان لايك او ديسلايك ايهما يعني، اي ان جي ولا تو والفعل في المصدر، الفرق بينهم فين؟ دي معناها يحب ان يفعل، عايز يعمل، لكن اي ان جي معناها بيحب يعمل، معنى كده ان هو بيعمل فعلا الموضوع ده. طب ما تيجي نترجم كده، لو انت قلت لي ديسلايك سليبنج معناها بيكره النوم بدء بالنهار، طب لو قلنا تو سليب معناها يكره ان ينام بالنهار، يعني هو لا ينام اصلا بالنهار. طيب الطبيعي في العربي انك بتقول ان مستر ياسين ده بيكره النوم بالنهار عشان ده بيخليه ما ينامش بالليل بدري، يكره النوم دي اللي هي ديسلايك سليبنج. طيب 26، they not me to lend them the money they needed. هو والله في تو advised مفعول تو المصدر، دي هفكر فيها، expect مفعول تو المصدر، let مفعول مصدر، forget بعدها ing او تو المصدر من غير مفعول. طيب فتفكيرك في الاثنين دول، هم نصحوني ان انا اسلفهم الفلوس عندما احتاجوها، ولا هم توقعوا ان انا اسلفهم؟ اكيد توقعوا انني ساسلفهم النقود. forgot انا نسيت ايه؟ the medicine before I went، انا نسيت انني اخذت. قلت لك اي فعل من اللي هم بعدهم تو المصدر واي ان جي، الاي ان جي معناها ان الموضوع حصل، ان هو فعل، فانت بتقول نسيت ان انا خدت الدواء قبل ما اروح انام عشان كده صحيت وستربل بين، لا يبقى كده غلط. ليه؟ لو انت قلت لي، لو انت قلت لي اي فورجوت تيكينج معناها نسيت اني اخذت الدواء، طب لو تو تيك معناها نسي ياخد الدواء اصلا، يبقى تو تيك، فانت بتقول بقى انا نسيت اخد الدواء قبل ما انام عشان كده انا صحيت تعبان. هي هاز نيفر نوت ترافلينج، والله ترافل اي ان جي، يعني ده فعل مضاف اي ان جي. بيرسويد عايز تو المصدر وفي مفعول في النص، اجري تو المصدر، ادابت تو واي ان جي، يبقى انجوي الجمله بقى، هو عمره ما استمتع بالسفر بالقطار. اي ويل كول يو از سون از اي نوت وركينج،
بيقول لك انا ساتصل بك بمجرد ما انا ايه اي ان جي بلان تو اوفر تو اجري تو، يبقى فينيش. فينيش اي ان جي معناها ينتهي من العمل. طب رقم 30 بيقول لك اي هافنت ديسايد، اي هافنت يت ديسايد، انا لم اقرر بعد. وات از نوت كونسرنينج ماي اولد كار، انا لم اقرر بعد. وات از تو بي ايتن، لم اقرر بشان ما يؤكل. طيب تو بي دون ما يفعل، يبقى انت بتقول انا لم اقرر بشان ما يفعل. تو بي دون، وات از تو بي دون، على فكره كان ممكن تقول اي هافنت ديسايدد وات تو دو، ما يجب ان افعل. طيب it is waste of time, waste of time و spend time, waste و spend بعدهم ing يبقى chatting. My friend and I انا وصديقي have not to meet in front of the club، انا وصديقي admitted بعدها ing، arranged بعدها to المصدر دي معانا، deny ing بعدها، enjoy ing يبقى arranged، انا وصديقي رتبنا ان نتقابل امام النادي. eating too much leads to ing يبقى to gaining. what did he suggest ing معناها suggest ing معناها يقترح ان يفعل. طيب او فاعل والفعل في المصدر، طب ما تيجي نشوف كده what did، ماذا هو اقترح القيام به يبقى doing. على فكره كان ممكن نقول what did he suggest، ما الذي اقترح we do ان نفعله، يبقى doing او we do. suggest فاعل مصدر او suggest ing. امير agreed to المصدر to make. I think it's no use no use ing trying. في حاجات كده محفوظه مش محتاجه انك ترجم اصلا لان الموضوع محسوم. 37 after 2 months I adapted to ing. adapt to ing. one of my close friends has not to help me. واحد من اصدقائي ايه ان هو يساعدني. objected ما ممكن اقول لك اعترض ان هو يساعدني، ايوه بس object بعدها to ing، promise بعدها to الفعل في المصدر، give يعني يعطي ملهاش علاقه بالموضوع، avoid بعدها ing يبقى انت بتقول واحد من اصدقائي وعد ان يساعدني. I had forgotten to المصدر او ing to leave و leaving. forgotten leaving يعني نسيت انني تركت، لكن to leave نسيت اترك. انت بتقول I have forgotten not my key in the bag that's why I spent much time looking for them. انا نسيت انني تركت، ان انا سايب المفاتيح في الشنطه عشان كده دورت عليهم. ثم look forward to ing يبقى joining اللي هي رقم دي. ما نفكرش في دي ليه؟ عشان دي مجهول. وانت بتقول ثم تتضع انها تلتحق يعني هي معلوم. 41 does she plan to والمصدر يبقى to take. feel like بعدها ing يبقى taking leaving. it is waste of time ing ولا ايه؟ it's waste of time. كمل الجملة كده. it's a waste of time not this very expensive mobile يبقى waste of time buying اللي هي رقم ايه؟ خد بالك انت لازم تبقى حافظ waste of time ing spend time ing. طيب يا مستر مع ان المعنى بالعربي انه مضيعة للمال ان تشتري فتبقى to buy، ده هقول لك لا حروف الجر ملهاش علاقة بالترجمة ملهاش علاقة بالعواطف لازم تحفظها. رقية not doing الفعل مضاف ing يبقى is used to بعدها ing دي معايا، got used to بعدها ing دي برضه معايا، became used to بعدها ing معايا، ما هو قال لك a b and c وكلهم نفس المعنى. why do you not traveling ing want to المصدر، refuse to المصدر، لكن object to و ing انا قدام ing، deserve to المصدر. i prefer not action films to والمصدر او ing ادي watching، وكان ممكن نستخدم برضو to watch، بس عايزك تفهم الجمله اللي هكتبها لك دي. لما تكون انت بتفاضل بين حاجتين فانت بتقول بقى i prefer watching انا افضل مشاهده التلفزيون to sleeping اكثر من النوم. يبقى لما تستخدم لما تكون بتفاضل بين حاجتين فانت بتقول prefer ing to ing. طب حاجه واحده بس فانت بتقول prefer ing لوحدها او to المصدر. طيب 46 دي خلصت. الجزئيه اللي بعد كده على الكوزاتيف فيربس، ودي اخر جزئيه معانا، هم 36 سؤال برضو بالمره كده. she got the curtains get مفعول، to المصدر لو معلوم، past participle لو مجهول. هقول لك على حاجه باختصار شديد، هات لي كده دي بص معايا كده هقول لك على الحوار ده بسرعه لطيفه كده يعني. بص يا حاج عايزك تفهم الاتي، هات لي القلم الجامد كده. عايزك تعرف ان انت عندك هاف بتجيب بعدها اللي هيعمل وبعدين الفعل في المصدر، او انك تستخدم جيت اللي هيعمل برضو وبعدين تو والمصدر. حلو ده اول احتمال. الاحتمال الثاني انك تستخدم سواء هاف او جيت وبعدين اللي هيتعمل وبعدين باست بارتيسيبل.
خد بالك دي اصلا بتترجم على انها مجهول، وبترجم دي على انها معلوم. على سبيل المثال I have mom make me tea، تمام؟ او I get mom وبعدين to make me tea. خد بالك have mom مصدر، get mom to المصدر، او ممكن تقول I have او I get tea made. لو انت ركزت هتلاقي اللي انا بحكي فيه من ساعتها واضح قدامك، هاف وجيت، واللي هيتعمل اللي هو الشاي، فناخد باست بارتيسيبل. طيب ممكن بقى الراجل يجيب لك في الجمله حته كده ان هي ايه، ان الشيء ده هو بيعمله بنفسه. لو قال لك مثلا على سبيل المثال انا بعمل الشاي بنفسي، يعني هتروح انت قايل له ايه؟ انا بعمل الشاي، يبقى هتقول اي ميك تي، اي ميك تي دي بعمله باي ماي سيلف، او ماي سيلف من غير باي. طيب لكن لو انت قلت لي اي هاف تي ميد، ده معناها ان someone makes it، يعني شخص ما يصنعه. خد بالك انا قلت لك ميكس ما قلتش ميد، لانك انت قلت لي هاف ما قلتش هاد. طيب فالمهم جيت بعدها الكيرتنز، الكيرتنز دي اللي هي ستاير، يعني الحاجه اللي هتتعمل، فانا عايز باست بارتيسيبل يبقى كليند. طب اي ويل هاف ماي بوك كيس، انا الشنطه بتاعتي، يبقى دي اللي هتتعمل، يبقى انا عايز اصيف تالت ديليفرد. I not my sister water، ده فعلي في المصدر، يبقى انا عايز have او had، يا اما رقم بي يا اما رقم ايه. Yesterday ماضي، فتاخد ماضي اللي هي had. الموضوع سهل. I had my sister water، وعلى فكرة كان ممكن تقول I got my sister، بس هتقول to water. طيب I got my sister، انا عايز to المصدر، يبقى to water عشان ده معلوم. ما هو get اللي هيعمل، اللي هي اختي، وانت to المصدر. I had the flowers، اسأل نفسك هو اللي بعد had اللي هي الفلاور دي هتعمل ولا هتتعمل، دي هتتعمل، يبقى انت عايز تصريف تالت ووترد، يعني الورود دي هتسقي ولا هتسقى؟ اكيد هتسقى. رقم ستة عمر هاز ذا ميكانيك، الميكانيكي ده هو اللي هيعمل الشيء، مع هاف اللي هيعمل المصدر، يبقى تشيك. عمر نوت ذا ميكانيك تو والمصدر، يبقى انت عايز جيتس او جيت او جوت، ادي جيتس وادي جيت. عمر ده مفرد، فناخد الفعل المضاف له اس. عمر نوت ذا كار تشيكد، والله تصريف تالت يا باشا، انا هنا ممكن اخد هاف او ممكن اخد جيت، بس نشوف الزمن. طيب every month يبقى كل شهر، يبقى ده عادة، يبقى مضارع، يبقى عمر has و gets يعني A و C. I know the barber cut، مين اللي هيعمل؟ الحلاق هو اللي هيعمل، يبقى انت بما انك جبت لي مصدر فانت عايز هنا have، يبقى عندك has بره عشان الاي ما تاخدش has، الاي تاخد have، had معاك و have معاك. طيب get لا مش هينفع، لانك هتقول لي get the barber to cut، اجعل الحلاق يحلق لي. شوف موضوع المضارع كده، every 2 weeks it is a habit، يعني ده مضارع فتاخد have لانك بتتكلم على عاده متكرره في المضارع. رقم 10 بيقول لك I not every 2 weeks، يعني كل اسبوعين. تعال نشوف كده اول واحده، get the barber اجعل الحلاق يحلق، دي مظبوطه. get my hair اجعل شعري يقص، يعني get والتصريف الثالث، دي مظبوطه. have my hair اجعل شعري يقص، دي برضه مظبوطه، يبقى A B and C. طب اللي بعدها بيقول لك سما هاد تجعل، الدنتست دكتور الاسنان، دكتور الاسنان ده يا باشا هو اللي هيعمل، يبقى مع هاد اللي هيعمل مصدر، يبقى انت عايز تشيك الاولى. امال امتى كنا ناخد تو تشيك؟ لو كنت استخدمت جيت. طب امال امتى ناخد تشيكد؟ لو قلت لي جيت ماي تيث اتشيكد. طب سما نقط ذا دنتست وبعدين قال لك تو اللي بتيجي مع جيت، انا عندك جوت وده عندك جيتس، الاثنين ينفعوا. طب كمل كده، يستر دي يعني جمله ماضي، فانت عايز جوت. سما نوت هير تيث اتشيكد، والله اتشيكد، يبقى انا هنا قدامي اما ان استخدم، يبقى يسترداي يعني، اما ان استخدم هاد او استخدم جوت، انا قدامي هاد مفيش جوت، يبقى خلاص هي واحده مفيش اتنين. سما جوت هير تيث، الاسنان دي هتفحص ولا هتفحص؟ لا هتفحص، يعني هيتعمل ده كده، فانت هتستخدم جيت واللي هيتعمل وبعدين باست بارتيسيبل، يبقى اتشيكد. طيب رقم 15 احمد ووز هافينج، احمد was having not in the garden have she past participle. طب تعال نشوف كده some trees planting، ما هو هو have واللي هيتعمل هي الاشجار، فالمفروض كنا خدنا past participle دي بره. some trees to plant يعني يجعل الاشجار تزرع، لا ده تزرع. a gardener plant some trees، دي مظبوطه. a gardener to دي هو لو كان قال لك get، طبعا ما فيش get، هو مديني هنا have، يبقى رقم بي اللي صح. احمد was getting الشيء، getting شيء وبعدين past participle الشخص اللي هيعمل وبعدين to المصدر، هنشوف. getting some trees planting، لا ما دام انت جبت لي اشجار يبقى past participle.
some trees to plant. يا باشا ما تاخدش to plant الا لما يكون الشخص، يبقى دي برضو بره. a gardener اللي هو الشخص، عايزين to المصدر، a plant بره، يبقى a gardener to plant some trees. القاعدة دي دبدوبة ما فيهاش اي مشكلة. احمد بيقول لك احمد was having some trees. ركز كده، هو have وبعدين الشيء اللي هيتعمل، فانا عايز past participle يبقى هناخد planted. عبده his sister ايرين، والله اخته دي اللي هتعمل، ما دام اللي هيعمل فانا عايز مصدر، يا اما تقول مصدر مديني مصدر، يبقى هناخد هاف، يبقى دي معايا ودي معايا ودي معايا ودي معايا، يخرب بيت كده. طب الحل فين؟ طيب الحل بقى يا حضرتك ان عندك بيفور وبعدها مود بسيط، فسيت لك عايز قبلها الماضي التام، يبقى هاد حوار موضوع محلول وخلصان. طيب امال لو كان هنا بيفور بعدها مضارع، كنا هنفكر في كل المضارع والمستقبل دول. المهم انت سيادتك هنا ما فكرتش غير في مين؟ غير في هاد هاد. طب ليه يا عم فكرت في هاد هاد؟ عشان الجمله بعدها بفور مديني ماضي. يبقى احنا في 18 كده خدنا دي 19. عبده هاد جوت هيز سيستر نوت. القاعده بتقول لك انك انت بتجيب جيت او هاف ايهما واللي هيعمل، وبعدين مع جيت هناخد تو والمصدر، مع هاف ناخد المصدر، يبقى تو ايرن. و20 بقى عبده هاد جوت اللي هي جوت يعني his shirt، القميص ده هيتعمل، يبقى وسط participle ironed. علي will have his mother يعني هيجعل امه، امه دي اللي هيعمل، اذا مع have ناخد اللي هيعمل وبعدين الفعل في المصدر، يبقى prepare. فين prepare؟ مفيش prepare هنا بقى، هنطلع بره طلعه سريعه كده ونرجع تاني. طيب بص بقى في الطلعه دي، عايزك تفهم في الطلعه دي حاجه واحده بس اللي هي الاتي. بص يا برنس، انت طبيعه الحال زي ما انت عارف انك بتستخدم have، بتستخدم هاف وبعدين اللي هيعمل وبعدين المصدر، صح؟ ممكن نستخدم هنا اي ان جي، بنستخدم جيت واللي هيعمل وبعدين تو والمصدر، وفي الحاله دي برضو ممكن نستخدم اي ان جي، بس لاحظ ان الاثنين مبني للمعلوم، معناهم معلوم. بمعنى ممكن اقول لك اي هاف عمر اوبن ذا دور، حلو، او ممكن نقول اوبننج ذا دور. طب لو اي جيت عمر تو اوبن او اوبننج برضو. طيب افرض يا باشا انت سيادتك بتتكلم على مجهول، يعني على مجهول، لو انت قلت لي مثلا في الجمله كده I had my car not، يا ترى هنا هنقول washed ولا هنقول wash ولا هنقول washing ولا هنقول اتنين من دول مثلا؟ بص يا برنس، انت بما انك انت بعد had جبت لي car، العربيه هتغسل ولا هتغسل؟ ده هتغسل يعني هيتعمل، اذا انت محتاج past participle ومفيش غير هينفع، يبقى washed. طب I had علي not my car، انا اجعل علي يغسل، علي ده هو اللي هيعمل، اذا حضرتك مع هاد ممكن تاخد اي ان جي او تاخد الفعل في المصدر، فممكن تقول اي هاد علي ووشنج او ووش. طب ما تيجي نشوف كده، الراجل هنا مديني في الجمله، يطلع لي بيها بس شويه كده بعد اذنك، مديني في الجمله يجعل الام تعده، يبقى انا والله كده عايز بريبير. طيب ما فيش بريبير، ناخد بريبيرنج، دي بريبيرد بره، تو بريبير لا دي ما تجيش غير مع جيت، بريبيرز الفعل مضاف له اس لا، يبقى بريبيرنج. علي ويل جيت هيز ماذر، والله عندك جيت امه دي هتعمل، امه دي هتعد ولا هتعاد؟ لا تعد، يبقى معلوم، يبقى انا عايز هنا تو والمصدر. طب ما لقيتش تو والمصدر، تاخد اي ان جي، تو اي ان جي بره، بريبيرز بره، تو بريبير مظبوطه. طب ليه ما ناخدش رقم ايه؟ لا ما حضرتك ركز، انا قلت لك هنا في دي جيت، فين جيت؟ جيت 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 اكتبها، قلت لك جيت اللي هيعمل وبعدين اي ان جي صح او تو المصدر صح. طب افرض الاثنين في الاختيارات، اكيد هتاخد التو المصدر لان دي اللي في الوحده ودي في الكتاب، والكتاب جميل وكده يعني ملتزم. طيب يبقى احنا في رقم 22 اخترنا 26. علي نوت ا بيج لانش بريبيرد فور هيز فريند. بص ا بيج لانش ده الغداء، هيعمل ولا هيتعمل؟ لا ده هيتعمل، اذا انا عايز مجهول، وهو موجود مجهول يا باشا باست بارتيسيبل، في لما يكون مجهول فتاخد جيت وهاف عادي، والهاف دي افكر فيها، وهاف جوت بره اللعبه لان علي مفرد، المفروض كنا قلنا هاز جوت، وبرده هاف بره عشان علي مفرد نقول هاز، بدا جيت نخليها المفروض تبقى جيتس عشان تمشي مع علي، اذا انت طلعتهم كلهم بايظين ما بقاش معاه غير ويل هاف. 24 وليد هاد نوت فيد، جعلني اطعم الطيور، يبقى انا عايز ضمير مفعول او مفعول، الاي دي فاعل، وماي سيلف ضمير منعكس، وماي ملكيه يبقى مي. اي ام وريد اباوت ماي ايز، انا قلق بشان عيناي، اي جيت انا سوف اجعلهم اللي هم العينين الاثنين، يبقى زم.
طب ليه مش زي؟ زي حضرتك فاعل. انت بتقول انا سافحص عيناي، يبقى العينين كده مفعول، يبقى انت عايز هنا ضمير مفعول. على فكره كان ممكن تقول get my eyes checked عادي. طيب رقم 526، مام نوت لانش بريبيرد. بريبيرد ده تصريف ثالث صح، ينفع هاف وينفع جيت، بس مام مفرد افكر في هازنت، ودونت بره لان ما امي مفرد دازنت افكر فيها، هافنت برضه بره. بص يا برنس دي حته مهمه جدا، احنا يعني احنا تقريبا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره، ان النفي دايما اي نفي في الدنيا بيتم عن طريق الفعل المساعد. حلو، طيب يعني الفعل المساعد؟ تعالى ما اشوف كده، لما اجي في جمله مثلا اقول لك I have تي، انا بشرب شاي، ان في كده هتقول اي دونت هاف تي وتبقى صح. طب لو انت قلت لي اي هافنت تي تبقى غلط. ليه؟ لان كلمه هاف هنا فعل اساسي. طب اي هاف ميت، اي هاف ميت علي، انا قابلت علي، ان في كده هتبقى والله الفعل المساعد هاف والاصل ميت، يبقى انا لما احب انفي هنفي الفعل المساعد، فاقول لك اي هافنت ميت علي، هافنت ميت. طيب لما اقول I have to go، بص بقى have to دي النفي بتاعها اسمه I don't have to go، ما ينفعش اقول لك I haven't to go. طيب ما تيجي بقى في جملتك كده ونشوف احنا بنحكي فيه هو نفس القصة ولا لا. الراجل هنا بيقول لك ايه، مديني doesn't ومديني hasn't، مفيش حاجة اسمها hasn't لان has دي فعل اصلي، يبقى doesn't have. Not anyone help you، وعلامة استفهام. Did you have، هل جعلت اي شخص يساعدك، دي مظبوطه. هاف يو لازم بعدها الوسط بارتيسيبل او الفعل في المصدر. طب لو قلت لك انا، لو انا قلت لك هاف يو اني وان، ازاي هقول يو اني وان؟ طب يو هاد ده كده جمله خبريه اخر نقطه او جمله تعجب، ولا لا دي ولا دي، عندي قدامي الات استفهام. هاد يو اخت هاف يو نفس القصه ما تنفعش، يبقى كده اخترت له ديد يو هاف اللي هي رقم ايه. ركز بقى في 27 تاني كده، انا بقول لك did you have، يعني هل انت جعلت اي شخص يساعدك. I not my car checked، والله تصريف ثالث، فينفع have وينفع get. haven't ما تنفعش الا لو بعدها past participle، وكذلك hadn't. الاي ما تاخدش هاز يا راجل، عيب عليك، الاي تاخد have، يبقى دي بره بره. doesn't بره اللعبه لان الاي تاخد don't، يبقى don't have وما بقاش غيرها، ودي الاجابه الصح. anyone to look after the trees in the garden، وعلامه استفهام، اذا دي طلعت بره. و have you عايزه بعدها past participle، ويبقى ده مضارع تام او مصدر، ويبقى كده سببيه. do you have هل تجعل اللي هي رقم بي مظبوطه. do you get هل تجعل اللي هي رقم دي مظبوطه، بس do you have مع مصدر، do you get مع to المصدر. طيب اذا انا محتاج امسح الاثنين بقى عشان نظبط الكلام، دي كده بره ودي بره، بس انا هكتب جنبهم بقى باللون المختلف عشان سيادتك ما تركزش في حاجه غلط. بص لي كده، هنجيب اللون ده، احنا ممكن نقول do you get المفعول اللي هيتعمل، يعني اللي هيعمل سوري، وبعدين تو والمصدر، او دو يو جيت اللي هيتعمل وبعدين باست بارتيسيبل. طيب هنا دو يو هاف اللي هيعمل وبعدين مصدر، اللي يتعمل وبعدين باست بارتيسيبل. انت بتقول هل انت تجعل شخصا ما، يبقى ده هيعمل، يبقى هاف مع مصدر، جيت مع تو والمصدر، الراجل مديك تو والمصدر، يبقى دو يو جيت. الجمله رقم 30، هاو often do you get your hair get، وبعدين الشعر ده هيتعمل، انا عايز past participle، يبقى cut اللي هي رقم بي. do you polish هل انت بتلمع الجزمه بتاعتك بنفسك، قال لك لا انا بجعلهم اللي هم الحذاء، يبقى ده مفعول فهاخد زم. طب ازاي زم مش ده جزمه؟ ما ايوه، ما هو اي حاجه من فردتين اتنين ما ينفعش نستخدم واحده ونسيب الثانيه، نعملها انها جامعه على طول. my mother got not to tidy our room، got مفعول، انت عايز مفعول، يبقى انت هتقول got us دي مظبوطه، وي لا ده كده فاعل، our دي ملكيه او ours برضو ملكيه، يبقى got us تجعلنا. يارا made her sister some juice for the guests، يارا جعلت اختها تصنع بعض العصير، يبقى make مفعول مصدر اللي هي رقم ايه. طب ريم let مفعول مصدر مش محتاجه قراءه. عمرو helped us to المصدر، help مفعول to المصدر، مفيش to مصدر يبقى مصدر بس. help قصتها كالتالي، أي تعرف ان help بعدها مفعول to والمصدر او المصدر على طول او with والاسم او ing. طيب الراجل مديني منها، مديني solve اللي هي المصدر. طيب رقم 36 ودي اخر جمله، بيقول لك حسين permits his friends to المصدر، permit
تو المصدر، انا عايز تو يوز. احنا كده خلصنا كل الاسئله دي. يا ريت قبل ما تمشي كده، انا خدت اديتك من وقت 44 45 دقيقه من وقتي، هديه ليك يعني. فقبل ما تمشي كده ما تنساش تدعمنا. الفيديوهات بتاخر للاسف، بتاخر لاني انا بلاحظ ان الفيديو بيقعد بالخمس ايام عشان يسمعوه 500، لكن لو لقيت ناس بتسمع والله لا ننزل كل يوم فيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.